كر وفر يكاد لا ينتهي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفتيل حرب قيد الاشتعال، لكن هذه المرة على لسان شقيقة زعيم كوريا الشمالية والمتمتعة بنفوذ كبير، إذ توعدت بأن كارثة رهيبة ستحل بكوريا الجنوبية. وقالت إذا ظهرت طائرة مسيرة مرة أخرى في أجواء عاصمتنا من جمهورية كوريا فإن ذلك سيؤدي فوراً إلى عواقب مأساوية رهيبة. القصة الجديدة بدأت عندما اتهمت كوريا الشمالية جارتها بإطلاق طائرات مسيرة تحمل منشورات دعائية دخلت المجال الجوي لعاصمة الشمال بيونغيانغ 3 مرات منذ بدء شهر أكتوبر الجاري، لترد سول بأنه لا يمكنها التأكيد فيما إذا كانت ادعاءات كوريا الشمالية صحيحة أم لا، ما اعتبرته شقيقة كيم في بيانها تأكيداً على أن قوات كوريا الجنوبية هي من أطلقت تلك المسيرات. أما عن المنشورات التي حملتها تلك المسيرات فتحتوي على رسائل تنتقد نظام كوريا الشمالية وتدعو المواطنين إلى التمرد أو التفكير بالهروب إلى الجنوب، وهو ما تعتبره بيونغيانغ تهديداً مباشراً لنظامها واستقرارها الداخلي. وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق إنها ستغلق حدودها بشكل دائم مع كوريا الجنوبية في إجراء دفاعي عن النفس، مستشهدة بما سمته تدريبات حربية مختلفة في كوريا الجنوبية ونشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية حسب ما أفادت وكالة أسوشييتد بريس. وتعترض كوريا الشمالية بشكل دائم على التواجد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية والمناورات العسكرية المشتركة، في حين تواصل تطوير برنامجها النووي، الأمر الذي يشكل مصدر قلق بالنسبة لجارتها الجنوبية والمجتمع الدولي. فهل تشعل التوترات الأخيرة فتيل الحرب بين الكوريتين؟